معكم 5 ثواني ها خمسة أربعة أربعة شالوا الجمل والجمل ما شالهم ثلاثة اثنين أسرع 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 يا نعيد نعيد ثاني يلا ها 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 هاي صح النوم ليه والله حرام اقسم بالله روعته المسلم والله اقسم بالله انت تصحيته من النوم هذا شوفوا حتى وجهه ما نشف ما ادري ايش السالفه على طول طشه بالمويه وجاء اقسم بالله ان بحد ذاته خصم الله يسامحكم خذ الفاين تبدع عبيد معك مايك تعال معي تعال ابشر بسالك تعال خليك معي عبيد الحين انت مرحله الخطر انت بين امرين تبي تشيلهن ولا لا تشيل خساره الفريق هو خسر الفريق وجاء الحكم ان رقم 8 هو اللي يدخل مرحله الخطر تشيل خساره الفريق هذا هو النقطه ممتاز والنقطه الثانيه اعداد او انهم يشيلون خسارهم اثنينهم اثنينهم او واحد منهم كذلك يعني عادي بس هم اثنينهم تقريبا هذه هي طول العمر هم يراسلوني الان يقولون عبيد هو اللي دخل الان لان هنا الحكم ما يفرق من 8 وانت الان دخلت مرحله الخطر يا تشيل انت الخساره يا هم يشيلون الخساره والله شوف اسلم احنا جايين هنا تحدي حلو حلو وشغل مزايد و والله ما تاخذها عن خوي واخذها عن خوي وما ادري وش ايوه احنا جينا التحدي صح وانا ما ابي مثلا ادخل خطر ولا شيء بسبب التحدي بس اشيل احنا اخوياي لا 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 انا والله انا عزيز جينا شوف هي بينكم انتم بينكم هم الان هذا اللي وصلني هم علاقتهم حطوكم بين ناري انا عزيز وعبيد ما لا عبيد على قولتهم عبيد على قولتهم تصحى نوم الحاله هذه واضح انهم انت متى نمت اليوم عبيد أوه والله خربوا هذا اللي يحيرونه يا تشيل انت الخسارة يا هم تشيل شلون انا عزوز خلاص تشيل انا وعزيز والله والله شوفوا عندنا احنا فريق احنا فريق احنا فريق احنا فريق نشيل اثنين وش دخل يصحى من النوم ينخصم عليه هي القرار عنده عبيد هم هذا اللي وصلني قرار عنده عبيد قام وجا معنا خلاص اعطوني العلم الان بعلن عنه عبيد ايش تقول خصم فريقنا انا وضيف هو الخصم دقيقه الخصم طيب يجي على الاثنين او الخصم كم طيب الخصم كم الخسارة ده شلوها كم فيها خصم ولا لا إذا لو مني أنا ودي إنها ما فيها خصم بسبة الحماس اللي قبل شوي والخطأ اللي صار يقول كل واحد 1000 نقطة قول يعني 1000 نقطة 1000 نقطة شيلها وإذا شالها عبيد الحالة يقولون إنها يكون تكون 1000 نقطة خلاص أنا كل واحد منه لا خلاص عندي لا والله طيب نبي نشوف حسن اذا تسمعنا انت والاعداد والشباب بما ان الخساره صارت قبل شوي صارت حماس الخطا انت شايف مني انا ودكم تقللونها ما بيقول سامحوا لو تخلونها 500 500 مني انا يا احمد بما انها اول اللي فقره خلوها 500 500 على الشباب يكفي حماسهم وجوهم بالفقره هو هالطلب بس 500 500 هالمره وبعدين سامحوا انا قلت لكم مربكني والله الصندوق والله حتى يكتب لي لا 20 لا تحت بعض يعني ما في إمكانية تعطيهم 500 500 ألف ألف نعم خلنا نأخذ خلاص بس ما في شيء والله يا حسن